عبر الهاتف مباشرة ينضم لنا الدكتور حسن كردي، رئيس قسم الجراحة بأحد المستشفيات بريف إدلب، معنا من إدلب مباشرة إذا عبر الهاتف. دكتور مساء الخير. المستشفيات في إدلب أغلبها خارجة عن الخدمة، إذا هل لا تزال هناك أي مستشفيات ميدانية على الأقل قادرة على إسعاف المصابين إلى الآن، وطبيعة وضع المستشفيات في ريف إدلب بعد هذا القصف؟ السلام عليكم، أول شيء مساء الخير. بالنسبة لوضع المشاكل الوضع المدني في إدلب أو المحرر بشكل عام، هناك تدريب منها في قتل الحياة في مناطق خارجة عن سيطرة العصابة الأكاديمية المدنية. هناك قصف وحشي تتعرض له هذه المشاكل وهذه النقاط الميدانية وحتى مراكز الدفاع المدني. فخلال الشهر الماضي فقط أو الشهر الحالي شهر نيسان، تم توثيق أكثر من 6 مسافي خرجت عن الخدمة. فنبدا اولا المشفى الوطني معروف النعمان تعرض لقصف تاريخ 2 نيسان وخرج عن خدمته. المشفى الرحمي المدينة كان شكون ايضا تعرض لقصف تاريخ 4 نيسان بعد قصف كيماوي شديد تعرض له مدينة كان شكون، وكذلك تاريخ 19 نيسان. عندنا من قصف فيش ايضا 87 نيسان خرج عن خدمته. مشفى شنان خرج عن خدمته واصبح فيه اصابات وبالكادر وشهداء ايضا. مشفى عابلين كما استكمل النظام الهجومي من اليوم الفصل بفصل مشفى عويزل ومشفى الدير الشرقي. مشفى جامعة الدير الشرقي يخرجوا عن الطبي داخل النقطة الطبية في مدينة الزارة والنقطة الطبية في معرزيتي ويخرجها جميعا عن الطبي، إضافة إلى قصف متكرر لمشافي الترزيتي ومشافي اللطامي ومشافي خان شكون. الوضع حاليا الطبي بمدينة إدلب أو ريف إدلب بشكل خاص وضع سيء جدا. خروج معظم النقاط الطبية ومراكز الدفاع المدني وسيارات الإسعاف عن الطبي قصف متكرر، المصابون لا يوجد من يسعفهم ولا يوجد نقاط طبيه قريبه. حتى شمال ادلب او مناطق محرره وضع سيء وضع طبيا. نجد المجتمع الدولي ضغط على هذا النظام الهجري، ضغط على النظام الروسي لانه معظم الضربات كانت من النظام الروسي. بالنسبه يعني للوضع يعني من حيث الحاجيات التي تحتاجونها في ظل كل هذا، بحسب الاولويه يعني لو تحدثنا عن ابرز الحاجيات الطبيه العاجله التي تحتاجها المستشفيات في ظل عدد كبير من الجرحى، عدد كبير من المصابين في ظل هذا القصف. حاليا نحن بحاجه لاصعب الاحتياجات، يعني ما عندنا مطالب اجهزه رميل او اجهزه طبق محوري او اجهزه، نحن نطالب بسيارات اسعاف بسيطه، نحن نطالب بنقاط طبيه بسيطه، نحن نطالب ب ولو حتى غرف عمليات اسعافيه، يعني غرفه عمليات تكون بسيطة متنقلة، لأنه معظم المشاكل حاليا خارج الطبي والإصابات بالعشرات والمئات، حتى إصابات الكادر الطبي يعني عدد من المشاكل. تم في شهداء من الكادر الطبي في كفرزيتي وفي البطانية وفي البارة أحد الإصابات، وهذا يعرض نقص شديد في الكادر الطبي، يعني في اليد العاملة حتى، يعني مجرد الأجهزة غير موجودة في اليد العاملة حتى يوجد نقص شديد فيها. نعم، أشكرك على هذه المداخلة دكتور حسن كردي، رئيس قسم الجراحة بأحد المستشفيات بريف إدلب، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك.